وأعظم من ذلك وأفظع من ذلك وأشد من ذلك أن أعدادا أكبر من الأمة يسلبون إيمانهم في مثل هذه الساعات، يجتهد عليهم المنصرون من الكفار، يغرونهم ويستغلون الفقر الذي نزل بهم وإهمال المسلمين لتفقدهم، يستغلون الجهل الذي نزل بهم وإهمال المسلمين لتفقدهم، يستغلون المرض والحاجة وإهمال المسلمين لتفقدهم، ليوقعوهم في الخروج من الإسلام. وقفت على إحصائية لأوضاع المسلمين في أندونيسيا، وأندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان، سكانها أكثر من 200 مليون شخص، كانت قبل 30 سنة بنسبة 99% من المسلمين وواحد من المئة كفار، والآن النسبة 91% وتسعة بالمئة كفار، بمعنى أننا قد فقدنا في 30 سنة الماضية 8% من المسلمين في أندونيسيا، وثمانية بالمئة من المسلمين في أندونيسيا الآن عددهم 16 مليون، بمعنى أننا فقدنا من إخواننا المسلمين 16 ملايين، 16 ألف مسلم قد فقدناهم، ضاعوا علينا بسبب إهمالنا. يقول هذا التقرير أنه معدل الذين يتنصرون من المسلمين في أندونيسيا 50 ألف مسلم في السنة الواحدة. الأعداد هذه الكبيرة والحالة الحرجة الخطيرة التي تمر بها إحدى دول المسلمين وأمثالها كثر، إنقاذها من أسهل ما يكون، إن فقهنا نحن المهمة التي ينبغي أن تناط بنا. كنا قبل سنتين في أفريقيا في دولة اسمها كينيا، مررنا بالأدغال هناك، أشاروا لنا على أحد الأدغال وقالوا هذه الأدغال من أصعب أدغال أفريقيا على الإطلاق، لأن فيها قبائل متوحشة من الذين يشربون الدماء من العراة، وهم لا يكاد أحد بدخوله إليهم يسلم. الدولة إذا أراد أحد من طرفها أن يدخل لأمر يستصحب نحو 300 من الجند ليستطيع الدخول إلى تلك الأدغال، ولكن من العجيب أن في قلب هذه الأدغال فتاة فرنسية لم تتجاوز 27 من عمرها، من أجمل البنات، طبيبة من أسرة غنية من أسر فرنسا، لكنها آمنت بالباطل الذي اسمه النصرانية المحرف، وأثمر إيمانها هذا هما في قلبها، جعلها تترك متع الحياة التي في شوارع باريس لتسكن في قلب أدغال أفريقيا بحرها وبعوضها وتعبها وشدتها، تنشر منهجها الباطل في أوساطهم، والثمرة أن أهل تلك الجهة قد أقبلوا جميعهم عليها، حتى الذي لم يقتنع ولم يتنصر هم يعظمونها ويحترمونها، فإذا خرجت في شدة معركة بمجرد أن تظهر هذه الفتاة تتوقف المعركة، لأنها كانت تشتغل بمعالجتهم بأخلاق حسنة عالية لمقصد خسيس وهو نشر النصرانية فيهم. يا إخوان، امرأة في ريعان الشباب فتاة، وهي على باطل من أسرة غنية ليس لها مقصد دنيوي من ذلك، لكنها لما اقتنعت بالباطل الذي انتمت إليه أورثتها هذه القناعة هما في قلبها وإدراكا لمهمتها، انتهضت بسبب ذلك همتها، فتعدت جميع المصاعب وتعدت جميع العقبات لتقوم بخدمة الباطل الذي آمنت به. وأنتم يا إخوان، يا من آمن بالحق وصدق به، ماذا أحدث هذا الإيمان في قلوبكم؟ لو فكر الواحد منكم أن عليه مسؤولية أمام الله تجاه إخوانه المسلمين، لو فكر الواحد منكم أنه عليه مهمة أمام إخوانه المسلمين، أليس يفيده هذا الفكر هما في قلبه؟ أليس يبعث هذا الهم همة في باطنه إلى أن يقبل على الله تعالى ليتسلح بنور العلم والتقوى والإقبال على الله، فيكون صاحب دور في حياته؟ لو سألنا أكثر شبابنا اليوم، ما هي آمالك في الحياة التي تعيشها؟ الجاد منهم يأمل أن يحقق شهادة عالية ووظيفة محترمة ومنزلا ومرتبا يتاجر به ويكون صاحب منزلة عند الناس، وكثير من شبابنا حتى هذه المرتبة الدنيوية لم يبلغوها. ترى أكثر هم الواحد منا كيف يقضي يومه، كيف يقضي إجازته،
أي سيارة سيشتري، أي ناد سيلعب فيه، أي مقهى سيضيع فيه وقته، أي منظر سينظر إليه الليلة. إخواني الذين يدركون أن مهمتهم هداية العالم، أيليق بهم أن يكون هذا حالهم؟ أيليق بهم أن تكون هذه مهمتهم؟ إن أعداءنا أعظم ما يطمحون إليه أن تكون أنت بهذه الحالة. ولكن يا من صدق بالإسلام وعرف أن وراء الموت حياة، وأن في هذه الحياة سعادة الأبد أو شقاوة الأبد، وأنه يترتب على ذلك شان كبير متصل بحياته الصغيرة الحقيرة التي يعيشها، كم ستعيش؟ أنت لا تضمن أن تعيش حتى تخرج من باب هذه البقاع، أنت لا تضمن أن تعيش حتى نهاية رمضان، أنت لا تضمن أن تعيش حتى نهاية السنة. لكن لو طولت الأمل كم تأمل أن تعيش في الدنيا؟ لو أذن لك أن تعيش 70 سنة، 80، 90، خذ 100 سنة، وبعد 100 سنة لا أظن أنك تحب الحياة لما قد ينزل بك من العجز والمرض، لكن خذ 100 سنة تقديرا. بعد 100 سنة ما يكون حالك؟ أين ستذهب؟ كم عمرك الآن؟ جاوزت 17 من عمرك، 15، 18، فينا أصحاب 20. مدة عمرك هذا كله منذ أن ميزت ثم كلفت ببلوغك، هل فكرت مرة واحدة في أول ليلة ستأوي فيها إلى قبرك؟ عندما يتركك جميع أصحابك، جميع أصحابك الذين يضحكونك اليوم، والذين يشغلونك الآن وأنت تسمع هذا الكلام، والذين يلتفتون بك يمنة ويسرة، والذين يضحكونك كثيرا في هذه الدنيا، أيبيت أحد منهم ليلة البيات في القبر معك؟ غاية الأمر لو كان مخلصا أن يدعو لك وأنت في قبرك. لكن يا إخوان أنت لا تملك إلا شيئا واحدا تدخل به إلى قبرك، وهو عملك ونيتك في معاملتك مع الله. هل فكرت لحظة واحدة في ضيق القبر وظلمته، في وحدتك ووحشتك فيه إذا أويت؟ بيت الديدان، بيت العذاب أو الرحمة؟ ثم أعظم من ذلك، هل فكرت مرة واحدة في ساعة والله إنها مقبلة عليك، والله إنها مقبلة عليك، الساعة التي ستسمع فيها اسمك وسيسمع أهل المحشر من العالم كله هذا الاسم، ليقوم فلان ابن فلانة للعرض على الله، فتقوم وحيدا فريدا بين يدي ربك جل جلاله وتعالت عظمته، يخاطبك ويناديك ويكلمك ويقول لك عبدي تذكر ساعة كذا وكذا يوم أن اختبأت من أعين الناس واستحييت أن يراك الخلق وأنت تفعل ما تفعل؟ أما استحييت مني؟ أين كان نظري منك؟ أما عظمت نظري كما عظمت نظر الخلق في قلبك؟ كيف استعملت نعمتي في معصيتي؟ عينك ستشهد ويدك ستشهد وقدمك ستشهد وكلياتك ستشهد عليك. هل فكرت ليلة في هذا الأمر؟ والله لو فكرت بصدق في هذه الساعة لأثابتك هما في قلبك يحملك على الصدق بالهمة في الإقبال على الله جل جلاله. يا إخوان إن الحياة القصيرة التي نعيشها نحن وإياكم مهمتنا فيها أن نطهر قلوبنا من أمراضها التي نزلت بها، أن نتحرر من أن نكون ساقطين في ضحضاح الشهوة والغضب والآمال الكاذبة. ما الفرق بينك وبين رجل كافر يأتي من أمريكا؟ ما الفرق بينك وبين كافر يأتي من الصين؟ صورة الإسلام، شهادة الميلاد فيها مسلم، هيئتنا هذه العربية، صورة الصلاة التي نؤديها بدون حضور قلب وكثير يقصر فيها، هذا الفرق؟ آمالك من الدنيا ومقاصدك هي الفرق بينك وبين الكافر. إن كان أملك أن تتمتع وتلعب وتلهو وفكرك في ذلك، أو حتى أن تحقق مرتبة ومركزا في الدنيا، الكافر في الصين وفي أمريكا وفي اليابان وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها من الدول يفكر بنفس هذه الطريقة. لكن ما الفرق الذي بينك وبينه؟ أنت صاحب مهمة في هذه الحياة، يترتب على إدراكك هذه المهمة سعادتك وسعادة الأمة بل وسعادة العالم أجمع.